ممكن اكلم انسه ماجده؟ دقيقه واحده. ماجده، انسه ماجده. ايوه. تليفون عشاني. الو. ايوه ماجده، انا دعاء. ايوه يا دعاء، ايه اللي انت يا حبيبتي امبارح ده يا بنتي؟ ده الراجل حالف 60 يمين لا يوديكي في داهيه. ده قليل الادب وما شافش ريحه التربيه. ها وبعدين عايزه ايه؟ انا بس كنت عايزه الطقم بتاعي اللي نسيته هناك وكمان المرتب، فلو ممكن يعني يا ماجده. انا يا اختي ماليش دعوه بالكلام ده، كفايه اللي حصل امبارح. انا كل بس اللي عايزاه منك. بقول لك ايه يا دعاء، مشاكلك يا حبيبتي حليها لوحدك وما تدخلينيش في حاجه، اوكي؟ سلام يا قطه. يا زين راح فين يا زين؟ في حاجة يا زين؟ لا مفيش حاجة، كنت عايز اطمن عليكي بس. أنا كويسة. أمال ما رحتيش الشغل النهاردة ليه؟ بقولك يا زين خليك في حالك والنبي بس وسيبني في حالي. ها؟ إيه يا بنت في إيه؟ قلتلك مفيش حاجة يا زين، أنا كويسة. أنت هتعمليهم عليا ولا إيه؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى. وعايز الجليل لما أسيبك تمشي لما أعرف إيه اللي حصل. مخنوقة يا زين، مخنوقة قوي، والدنيا دايب بيا مش عارفة أروح فين ولا أجي منين. إيه ده؟ طب إيه دي طيب؟ إيه بالراحة؟ قولي لي إيه اللي حصل؟ ما تلاقيش يا بنت الناس، اللي بيني وبينك هيفضل بيني وبينك. قولي. أصل أنا سبت شغلي إمبارح. رفضوكي؟ لا. أمال إيه؟ مدير كافيتيريا حاول ابن الكلب. مديده عليكي؟ لا ملحقش، ده انا ما سكتلوش، ده انا ضربته وكوهته على الارض وبعزقت كرامته في الارض. جدع بت ب 100 راجل. بس المشكله ان انا سبت لبسي كله هناك، وكمان مرتب الشهر اللي فات ما قبضتوش. وكلمت البت ماجده صاحبتي من شويه، قلت لها ماجده ساعديني، قالت لي الراجل مستحلف لك لو دخلتي الكافيتيريا هتبقى وقعتك مطينة. يعني ايه يعني؟ عايز اضرب وقف على الفلوس وعلى الهدوم كمان؟ الظاهر كده. المشكلة مش موضوع الشغل لوحده، مرات ابويا يزن مش عاتقين، فطلع من نازلة مقطمان ومسممة جدتي بكلامها، وعايزة تجوزني بالعافية عشان تخلص مني. ايه؟ يعني عايزة تجوزك مين يعني؟ تجوزني النتن اللي اسمه قبضايا. قبضايا؟ يا قبضايا ازاي؟ ده انا اقتله، ده انا اكله بسناني. ايه اللي قبضايا يعني؟ انا قصدي يعني انه يعني انت كويسه يا دعاء، كويسه، تستاهلي حد احسن من المعفن ده 100 مره. 100 مره ايه؟ قولي مليون. الله يخليك يا زين، دايما كده جابر بخاطري والله. على النعمه، ما هو جبر خواطر. المهم اديني عنوان الكافيتيريا اللي انت كنت شغاله فيها واسم الراجل اللي عايز يضرب على فلوسك ده. ليه يا زين؟ انت ناوي تعمل ايه؟ كل خير ان شاء الله. زين اوعى يا زين تكون ناوي تعمل حاجه كده ولا كده يا زين، تفضحني بيها، ترضاني الفضيحه يا زين. معاش ولا كان اللي يفضحك. قولي بقى العنوان واسم الراجل. قولي بقى ما تخافيش. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا. يا سلام، احلى افطار من احلى دندن فيك يا مصر. يا واد يا واد بطل محلسه. قول حق بقى، بتمحلس اليومين دول. ما ياكلش الكلام ده، بسمع منه كتير قوي في الكباريه. بس ما بتسمعهوش من حربي اللي لاي اي ولا زي اللي في القلب واحد بس يا حربي. مين يا بت؟ اللي لاي اي ولا زي اوه احبك يا اصبر انت جميل. يلا استاذن بقى. ايه ده؟ رايح على فين؟ زمان الواد زين وبركه مستنيني من الصبح. طيب هترجع تاني؟ طبعا ده كلام، بس انا بقى هكلمك بكره الصبح اشوفك عملت ايه في موضوع التربيه. اعتبرها مقضية. والنبي الاستاذ فتوح على ايه؟ فين؟ اسال في الكاونتر. الف شكر. الاستاذ فتوح مكتبه في اخر الطرق. بنت ادي موسى يا بنت. مزاجك عالي قوي النهارده يا توح. ايه موجوده البصلات الحلوه كلها؟ يا بنت انت ايه في ايه؟
في ايه؟ طبعا اذنك يا استاذ فتوح. روح يا اختي. في ايه؟ في ايه؟ انت مين يا جدع؟ انت وعايز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه؟ انا ما اقبلش التهديد ولا قله الادب. لو قربت مني هندهلك عمال الكافيتيريا يشيلوك يرموك في الشارع. لو قربت خطوه تانية او لمستني هطلب لك البوليس. هو في ايه بالظبط؟ دعاء. مالها دعاء؟ لما مشيت امبارح سابت هدومها. هدومها؟ هي فين؟ حضرتك هناك، هناك في الكيس البلاستيك الاسود اللي على الكرسي اللي جنب الكلمه هناك دي. المرتب. مرتب ايه؟ هو حضرتك تقرب لها؟ ما يخصكش. المرتب. بس خلي بالك هي مخصوم منها 8 ايام. وبعدين بقى هتقرفني معاك ولا ايه؟ حاضر. انا عايز منك 350 جنيه ما يقلوش مليم. حاضر. حقها. حاضر حاضر. اتفضل معاك. خد اللي انت عايزه. خدهم خدهم خدهم. تشكر يا باشا. معقول يا باشا؟ طب ما تخلي خلي. طيب ايه يا عم الامور؟ انا الايام اللي قضيتها في السجن اكتر من الايام اللي قضيتها براه، واصحابي اللي في السجن ايوه اكتر بكتير قوي من اصحابي اللي براه. واحمد ربك انها عدت على كده. بس وديني وما اعمل وايمانات المسلمين، لو فكرت حتى تهوب من دعاء هكون واخد عمر. حاضر يا باشا. مش فاهمني؟ حاضر. مش هعمل كده تاني. خلاص حرمت يا باشا. حرمت يا باشا. خلاص يا باشا. خلاص خلاص يا باشا. وبطل الحركات الوسخه اللي بتعملها مع بنات الكافيتيريا دي. خلي ربنا يفتحها في وشك بقى.